ملف نقاشنا الأول والذي خصصناه لإنشاء المعهد الخاص بالزراعة الصحراوية والذي سيكون في إحدى الجامعات، جامعات الجنوب، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو خلق اقتصاد بديل في الصحراء من خلال أولا منجم غار جبيلات، إضافة إلى محاولة تفعيل الفلاحة في صحرائنا الكبيرة والشاسعة من خلال إنشاء هذا المعهد الخاص بالزراعة. هذا المعهد سيكون بالتنسيق مع إحدى الجامعات في الجنوب حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الذي انبثق بعد الاجتماع الوزاري، وسيكون كذلك بالإمكان الاستعانة بشركاء أجانب. إضافة إلى ذلك سيكون هذا المعهد سبيلا وطريقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، كما سيتضمن هذا النقاش مناقشة فكرة إنشاء دواوين وهياكل للفلاحين قصد تدعيم الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة. هذا النقاش الذي سيشاركني فيه بعد قليل السيد إسماعيل بن حدة، وهو مختص في الفلاحة الصحراوية وهو أستاذ بجامعة الوادي. هذا الملف، ملف النقاش، سيكون من خلاله أو سنحاول من خلاله فهم استراتيجية الدولة في تعزيز الزراعة بالجنوب. ينضم إلي الآن مباشرة من ولاية الوادي السيد إسماعيل بن حدة، وهو مختص في الفلاحة الصحراوية من جامعة الوادي. صباح الخير سيد إسماعيل. صباح الخير أخي أسامة، تحية طيبة لكل المستمعين الكرام، شكرا على هذا الاستضافة في البرنامج تاعنا. عفوا سيد إسماعيل، أبدأ معك من حيث فكرة إنشاء معهد للزراعة الصحراوية. ما الذي تعنيه هذه الفكرة، وما هي الإضافة التي من الممكن أن تقدمها للفلاحة في الصحراء؟ أولا يعني نحن كباحثين وكأكاديميين يعني في مجال الفلاحة الصحراوية، صراحة يعني استبشرنا خيرا بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، وكان أول قرار إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، ثم تلاها مباشرة قرار إنشاء معهد الفلاحة الصحراوية. نعم. كما تعلم أخي أسامة أن الفلاحة الصحراوية في منطقة الواد وفي الصحراء عموما، نعم، يعني لديها كل المقومات للمساهمة في الإنتاج الوطني بنسبة عالية جدا. يعني كما تعلم أن هذا على الرغم من هذا الإنتاج وهذا الوفرة في الإنتاج، لا توجد هناك تأطير حقيقي أو تأطير أكاديمي. ولذلك يعني فكرة والقرار إنشاء المعهد الوطني للفلاحة هو بحد ذاته هي مرافقة للفلاح في الجانب التقني، ولذلك يعني نحن كأكاديميين يعني نستبشر خيرا بهذه الفكرة وهذه الإضافة. أنا سألتك سيد إسماعيل بالتحديد عن الإضافة الممكن أن يقدمها هذا المعهد للفلاحة الصحراوية. هو كإضافة ستكون هناك تكوينات متخصصة للفلاحين يعني وبقصير لأبناء الفلاحين، لأنه يعني نحن كفلاحين بصفة عامة هناك يعني هناك يعني ثغرة ما بين البحث في الجامعات وبين الفلاح في المزرعة. لذلك كمعهد كإضافة للمعهد للفلاحة الصحراوية سيقدم تكوين مختص لمختلف يعني العاملين في قطاع الفلاحي. نعم، أنت ممكن تريد أن تقول أنه ما فيش تكوين تطبيقي للفلاحة الصحراوية في الجامعات، وهذا المعهد من شأنه أن يقدم هذا التكوين التطبيقي للفلاح. بالضبط، ليس لهذه الدرجة، هناك تكوينات تطبيقية لكن تبقى دائما جزئية، يعني هناك يعني مهندسين فلاحيين في الفلاحة الصحراوية، لكن تبقى يعني مقارنة بالإنتاج وبالمساحات الفلاحية المتوفرة تبقى يعني الطاقات البشرية المتكونة المتخصصة نحتاج أكثر يعني من ما هو موجود حاليا. نعم، لو أتشعب معك أكثر في هذا الموضوع، نحن نسمع كثيرا بالاقتصاد البديل في الجزائر، هل ممكن أن تخلق الفلاحة والزراعة في الصحراء هذا الاقتصاد البديل الذي نبحث عنه؟ أكيد، يعني على لو كان نأخذ فقط بعض الإحصائيات السريعة على في ولاية الواد سوف، يعني تقريبا كإنتاج وطني تساهم أكثر من 20 مليون قنطار، ويعني ويقدم قيمة كإنتاج فلاحي تقريبا 200 مليار دينار، يعني ويساهم يعني على سبيل المثال في
سوف يعني هي ثانية وطنيا وتساهم بنسبة يعني تقريبا حوالي 10% من الانتاج الوطني. نعم. لذلك يعني في فلاحة صراحة ستساهم أيضا في الاقتصاد الوطني هل ممكن وبالنمو. هل ممكن أن نشوف هذه الأرقام تتضاعف مستقبلا إذا ما كان فيه نية صادقة للنهوض بقطاع الفلاحة في الصحراء؟ أكيد نحن يعني نتفائل خير دائما، ودائما يعني نطالب ودائما نرجو من القيادة السياسية أن تعطي للمستثمرين في القطاع الفلاحي، ان تكون هنالك عديد يعني المشاريع المتخصصه في التحويل في الانتاج يعني في تسيير السوق الفلاحيه بصفه عامه. سيد اسماعيل، لو تلخص لي او تختصر لي ما هي ابرز النقائص في التي تعاني منها الفلاحه والزراعه في الجنوب؟ هو بصراحة يعني لما نقول يعني فلاحة صحراوية أو فلاحة في الجنوب، هي كما قلت يعني سلفا هي فلاحة تكون متخصصة، لديها خصوصياتها، خصوصيات مناخية، خصوصيات يعني في الأرضية في التربة، خصوصيات في التقنيات الزراعية المستخدمة يعني مقارنة بالفلاحات الأخرى. لذلك يعني نحن كنقائص أكيد الفلاح هنا سيحتاج، لأن التربة يعني تنقصها يعني مغذيات، سنحتاج إلى يعني استعمال مواد يعني عضوية، سنحتاج إلى مصانع تحويل هذه المواد العضوية لكي لا تضر بالبيئة، سنحتاج إلى طرق يعني ومن هنا ربما جاءت من هنا جاءت ربما فكرة إنشاء هذا المعهد الخاص بالفلاحة الصحراوية. هل ترى أنه ممكن هذا المعهد أن يتدارك كل هذه الأمور؟ أكيد، وبصراحة كانت لدينا يعني مؤخرا هو المعهد لديه شقين، الشق الأول شق التكوين أو التكوينات الفلاحية للعاملين والفلاحين، والشق الثاني هو في شق يعني صنع ولا صناعة أو توفير منصة للتبادل الدولي مع واكتساب الخبرات مع دول أخرى مجاورة ولديها تجارب مماثلة في الزراعة الصحراوية. أكيد، وهذا ما جاء يعني في البيان من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب خارجية. بالضبط، ويعني نحن كانت لدينا يعني تجربة السنة الماضية وهي في اتفاقية مع جامعة فاجنين الهولندية في زراعة البطاطا، صراحة كانت تجربة ناجحة بامتياز، وتم يعني تقريبا على مدار سنتين يعني اكتساب مهارات في مجال زراعة البطاطا، لأن هولندا تعتبر أحد البلدان المنتجة لهذا المحصول بكثرة. كانت لدينا تجربة ناجحة بشدة بكثرة، وكان هناك تكوينات متخصصة لبعض الأساتذة الجامعيين هنا في الجامعة. نعم سيد وأيضا اسمح لي فقط أخي أسامة، أيضا كانت هنالك للطلبة يعني لأنه الطلبة كانت لديهم مذكرات تخرج في التقنيات المستعملة، لأنه كانت تقنيات جديدة منها تقنيات سقي حديثة أو إدماج تقنيات السقي مع التخصيب وما يسمى بالفيرتيريغاسيون، يعني كانت هنالك صراحة تجربة ناجحة بشدة، ونحن نأمل أن هذا المعهد في العاصمة الصحراوية سيكون يعني منصة خصبة لمثل هذه الاتفاقيات الدولية. طبعا نأمل ذلك. البيان الذي جاء عن رئاسة الجمهورية بخصوص إنشاء المعهد الخاص بالفلاحة الصحراوية تضمن أن هذا المعهد سيكون بتعاون أو تشارك مع إحدى الجامعات في الجنوب، لم يسمي هذه الجامعة بالتحديد، هل ترى أنه ممكن جامعاتنا أن تبادر وتشارك في هذا المعهد، وهل عندها الكفاءة والخبرة لإنشاء مثل هكذا معاهد؟ أكيد أخي أسامة، يعني هنالك عشرات دراسات يعني من أساتذة جامعيين في جامعات الجنوب يعني تصدر تقريبا بصفة دورية في مجلات عالمية، بصراحة هنالك طلب على هذه المنشورات لأنه بصفة عامة هنالك صحاري في كل مكان، في الصين، ممكن في أمريكا، في إفريقيا، هناك صحاري دائما الباحثين في المجال الفلاحي الصحراوي بصفة عامة يحتاجون مثل الدراسات، ودائما زملائي في جامعات الجنوب يساهمون صراحة في إثراء هذه الدراسات، لأنها كما قلت أولا هي دراسات متخصصة، لأن هنالك فلاحة صحراوية لديها طبيعتها الخاصة، لديها مميزاتها، يعني مستحيل أي فلاح أو سمح لي أي باحث سيبادر إلا إذا كان قريب جدا من منطقة حقل التجارب، لأنه مستحيل أنه شخص بعيد عن الصحراء سيقوم بأبحاث ناجحة بين قوسين أو أبحاث تساهم
وهو بعيد عن الميدان. احنا نحن في جامعه الجنوب يعني نعتبر نفسنا يعني جد يعني قراب من الميدان، دائما نشاهد يعني مشاكل في العاصمه الصحراويه، نبحث لها عن حلول بصفه دوريه واستمراريه. نعم سيد اسماعيل محدى، هل في تجارب دوليه ناجحه ممكن ان تتماثل مع التجربه الجزائريه في 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 القيام او الاستعانه بالصحراء في توفير او تحقيق الامن الغذائي؟ هل في تجارب عالميه ناجحه؟ اكيد يعني لو من يعني ما نهربش بعيد فقط هنا يعني ناخذ كمثال كدوله يعني كاسبانيا يعني نعم. في اسبانيا كما نعلم يعني لديها مناطق جافه فخاصه في الجنوب الاسباني، تجارب ناجحه جدا في انتاج الزيتون، وكما يعني نعتبر زيت الزيتون الاسباني احد يعني اكثر الزيوت ويحتل مرتبه عالميه. نعم. ايضا في انتاج الطماطم في الجنوب، يعني الفلاحه بصفه عامه في دوله اسبانيا يعني في الجنوب اكثر منها في الشمال، يعني كناخذ فقط كتجربه قريبه، ما نقولكش انا الصين يعني منتجات الصين في الجنوب نتاعها، لكن فقط ناخذ اسبانيا كمثال. يعني وكانت لدينا زياره يعني السنه الماضيه في دوله اسبانيا، وكانت هناك يعني نظره على عن كثب لكثر لمعظم هذه الدراسات ومظهر هذه التجارب الدوليه. نعم سيد اسماعيل، انا ما عنديش ارقام بخصوص الانتاج في الصحراء، ربما انت عندك هذه الارقام، هل نتوقع ان تتضاعف هذه الارقام اذا ما تم الاعتماد على الصحراء في الجنوب وتطويرها وتقويتها؟ أكيد أخي أسامة، يعني حاليا أرقام متوفرة حاليا يعني كأهم المحاصيل، يعني دعني فقط أذكر يعني كولاية الواد كنموذج، يعني تقريبا 300 ألف قنطار من الحبوب يعني سنويا تنتجها الولاية، تقريبا ما يقارب 150 ألف يعني قنطار من المحاصيل الصناعية، أغلبها مثلا فول سوداني الذي تمثل الولاية في المرتبة الأولى وطنيا بنسبة تقريبا 85%، بدون أن ننسى يعني المحاصيل الحقلية مثل التمور وغيرها من الطماطم والبطاطا تمثل الأولى وطنيا بنسبة 85%. إسماعيل، بالحديث عن البطاطا، أنا شفت تقرير منذ قليل في مع الزملاء في القسم المحلي، الفلاحين يعني البطاطا بعشرة دنانير وما لقاوش شكون يشريهم عليها، في رأيك ما السبب؟ بالضبط هنا شوف يعني ما السبب وما الحل في تصورك لهذه المشكلة؟ يعني لو يعني نفصل شوية المشاكل أو نعم. يعني نحكي بالمشاكل بالتفصيل. نعم. نحن يعني دائما ما نركز على الإنتاج لكن لا نركز على التسويق. نعم. يعني صراحة دائما يعني كل مداخلاتنا احنا يعني نحن كباحثين يسألون على الإنتاج وطرق زيادة الإنتاج، لكن لحد الساعة نريد أسئلة من خبراء اقتصاديين على التسويق وتنظيم السوق. نعم. لو تفتح يعني التجارة بين الولايات، لو تفتح يعني تصدير المنتجات لدول مجاورة. نعم. يعني لو تفتح يعني منصات عفوا نعم. لتبادل المنتجات الفلاحية، يعني ولاية الواد يعني لديها كم هائل من البطاطا يعني ترسلها إلى ولايات أخرى بتنظيم وبتأطير يعني من الجهات المحلية. نعم. والعكس ربما ولاية تريد أخرى مجاورة نعم. لديها منتوج. نعم سيد اسماعيل، انت تريد نعم. ربما أن تقول أنه المشكل في التسويق بالدرجة الأولى، ربما هذا يرتبط بوزارة التجارة أكثر منه وزارة الفلاحة. أكيد أنا لم أسمع سؤالك بالضبط، يعني قلت لك نعم قلت لك إذا كنت تسمعني إسماعيل، المشكل في تصورك نعم أسمع نعم بتصورك المشكل مرتبط بالتسويق. بالضبط هو في الجانب ربما الأولي في الجانب ربما وزارة التجارة هي اللي عندها الأفضلية في هذا الشأن. أخي أسامة، يعني كمبدئيا أو في أول الطريق سنحتاج إلى الغرفة الفلاحية والمصالح الفلاحية اللي هي يعني منطوية تحت وزارة الفلاحة، لكن كدرجة أو كمرحلة ثانية في التسويق سنحتاج إلى تعاون بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، لأن هي المسؤول الأول على تنظيم السوق وعلى مراقبة الأسعار وكل شيء يعني لديه علاقة بشأن التجاري. طبعا، وهل ممكن أن المنتوج الجزائري ينافس في الأسواق العالمية في تصورك؟ أكيد، يعني شفنا تجارب تاع تصدير، تجارب تصدير خاصة السنة الماضية إلى دولة روسيا، دولة قطر، يعني بعض الدول الأخرى يعني التي استقبلت المنتوج وعملت دراسات على المنتوج، لأنه ما يقبلوش كل منتوج،
منتجاتنا دعني نقول أنها بيولوجية بامتياز، لأنه الفلاح نعم. دائما يحاول أنه طبيعية ويحاول يبعث ويسمح لي يحاول يبعد على استعمال المواد الكيميائية. دائما نحن كباحثين نشجع على إنتاج منتجات باستعمال مواد عضوية طبيعية بدون استعمال مواد كيميائية، التي تعتبر عالميا يعني أحد الأشياء أو أحد المشاكل التي تسبب مشاكل صحية. نعم. لكن هنا نحن كباحثين دائما نحث على استعمالات مواد عضوية صراحة. أعتقد حتى أنه سعر المنتوج الجزائري أقل من العديد من المنتوجات في العالم. سيد إسماعيل، نحو إنشاء دواوين وهياكل خاصة بالفلاحين قصد تدعيم الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة، لو تحدثنا عن هذه الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة، خاصة نتحدث عن الفلاحة الصحراوية، ماذا يمكن أن ننتج من خلال الفلاحة في الصحراء؟ أخي شكرا أخي أسامة على هذا السؤال، وأيضا هذا السؤال هو يعني كمكمل لي أو كرد على يعني الوفرة في السوق أو التراكم في السوق منتجات. يعني هناك حل آخر أن نذهب إلى المنتجات الصناعية، يعني لما تكون هناك وفرة في السوق يعني نقدر أن نستغل هذه الوفرة لمنتجات صناعية وصناعية، نقدر تكون زيوت، تقدر تكون صناعات تحويلية، تقدر تكون يعني صناعات، لأنه دائما الوفرة يا إما تباع أو تحول إلى التعليب أو أو منتجات صناعية. لو كان نأخذ فقط يعني هنا في ولايتنا، يعني هناك عديد يعني المراكز تعليب التمور تقريبا 10 وحدات، وهناك يعني معاصر للزيتون تقريبا 5 معاصر، هنالك قلب يعني ملابن، يعني هناك يعني صراحة منصة خصبة لاستقبال هذه المحاصيل. نعم، لو تحدثنا عن البطاطا، دائما نبقى مع مشكلة البطاطا، ما هي الصناعات التحويلية اللي ممكن تنبثق عن هذه الفلاحة أو عن هذه الزراعة، زراعة البطاطا، خاصة أنه فيه وفرة كبيرة في هذا المنتوج، أو إن صح التعبير فيه فائض في هذا المنتوج؟ دعني أقول لك يعني كمنتوجات بطاطا، يعني الفلاحين هنا بصفة عامة لو كان نحكو يعني على خصوصية المنطقة، لما يكون هنالك يعني سعر منخفض للمنتوج البطاطا، لحد الساعة لا توجد لدينا يعني منتوجات تحويلية لهذا المنتوج، بغض النظر أنه هنالك فقط بعض نسبة قليلة أنه يحول إلى شيبس أو يحول إلى يقطع ويعلب للاستعمالات المباشرة، لكن مثل هكذا منهجية ستساهم أكيد في الحد من هذه المشاكل التسويقية لهذا النبات. نعم. طيب ليش ما فيش صناعة تحويلية مرتبطة بالبطاطا أو عفوا بكل المنتوجات الفلاحية؟ وش هو المشكل؟ هو المشكل الأول هو دعني ندخل شوية في مجال الاستثمار. نعم. يعني دائما نحن يعني نحث على أن تشجيع المستثمرين الحقيقيين. نعم. بين قوسين الحقيقيين، لأنه يعني هنالك لو كان نربطه ما بين الاستثمار الحقيقي يعني شخص يعني يحب الخير للبلاد ويحب خير الوطن يستثمر في مجال معين لديه كفاءة، أكيد ما دام هو اختار هذا المجال للاستثمار أكيد عنده خبرات وأكيد عنده يعني استراتيجية تاعو، يدخل في هذا المجال ينتج. وأنا شخصيا وقفت على عديد يعني المستثمرين في الجنوب، في غردايه، في ورقلة، في لدي يعني بعض السنوات حركية لمراقبة هذه المنتوجات وهذه المستثمرين. بصراحة هناك أفاق واعدة، لكن لو فقط نبسط يدنا يعني للمستثمرين الحقيقيين في هذا المجال. أنا لاحظت أنه فيه تخوف من الاستثمار في القطاع الفلاحي لدى الكثير من المستثمرين في الجزائر، لماذا في رأيك هذا التخوف؟ هو ليس بتخوف يعني لو ما نهولش الامور، فقط يعني هو فقط يعني المستثمر هنا اصبح لديه يعني خوف من السعر المتضارب للمنتجات الفلاحيه. يعني لو مثلا نفرض فرضا انه فلاح او مستثمر قام بانتاج مثلا مصنع تحويل طماطم او تعليب الطماطم في الجنوب، نعم. هذه السنه ستكون طماطم مثلا السعر تاعها يعني تقريبا دينار او دينارين، ممكن السنه الماضيه راح عفوا 10 دنانير، نعم. السنه الماضيه ممكن راح تتضاعف 3 أو 4 أضعاف، لكن يعني سعر العلب او التعليب يبقى ثابت. لذلك يعني المستثمر ما دام السوق غير سوق او اسعار غير ثابته ما يقدرش يعني هو راح يدير يعني شجاعه ويستثمر في المجالات التحويليه. شكرا سيد اسماعيل، كنت معي من ولايه الواد وانت مختص في الفلاحه الصحراويه من جامعه حما الاخضر، شكرا جزيلا لهذه المداخله.
انتقل له. السلام عليكم.